مشاهدينا الكرام، في كل مكان من خلال هذه المساحة تابعنا سويا هذه المبادرة الإنسانية، مبادرة الدكتور عمار عمر لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات اللي اجتاحت كثير جدا من المناطق في الخرطوم وحتى خارج الخرطوم. مبادرة إنسانية بتعمل على دعم ومساندة ومساعدة المتضررين من السيول والفيضانات. تابعنا هذه المساحة من داخل منطقة الكلاك بالخرطوم. نتمنى أن المبادرة تكون حققت أهدافها وآمالها وتطلعاتها، وننعم بسودان معافى إن شاء الله. ختاما تحياتي وتحيات الفريق العامل إلى اللقاء.